موجودين 100% موجودين. يمكن ما عندنا دلائل كفاية، يمكن ما نعرف كفاية، يمكن ما وصلنا لمرحلة العلم الكافية وإننا نكتشف وجودهم، لكن موجودين. أكيد مستحيل نكون إحنا الوحيدين بهالكون. أنتم مش متخيلين كمية الأكوان والعالم والفضاء، واسع بشكل غير طبيعي. بتفهمون أن نوع الحياة الوحيد الموجود هو بس الموجود على الكرة الأرضية. هذا الفضائيين إيش أي نوع؟ هل هم بشر، حيوانات، مخلوقات غريبة ما نعرفها؟ لكن في نوع ثاني من الحياة الموجود. عاد في اللي يقول لك النظريات تاعون أمريكا وربع أمريكا، الفضائيين متطورين أكثر منا وبيجوا يغزوا الأرض وهالكلام الواتفر. راح يحس إن في حياة. أيوة أكيد. هلا ريان. هو سبحان الله، يعني الفضائيين ما توقع سفينة فضائية إلا بأمريكا. شوف عصافير الحب، إحنا الفضائيين والله. طيب، هو عدم وجود حياة أخرى في مكان آخر صحيح؟ عاد موضوع العوالم الموازية موضوع آخر، موضوع يعني يعتبر نظرية ويعتبر في فلسفة وفي تعقيد وفي، بس الفضائيين غير. الفضائيين يعني حتى الحكومات كثير تسعى أنها تخفي الحقائق، تخفي المعلومات. لكن أنا أشك، ويعني بنسبة كبيرة إن لا موجودين. كيف منشوفهم، ما منشوفهم، منعيشهم؟ هل بيجي يغزو الأرض نفس ما الناس تقول؟ هل هم متطورين بالعلم والمعرفة أكثر منا؟ جزء صغير قدك جيل جاي بيعمل كل شيء. لا مش كل شيء، يعني أنا ما أؤمن بالعوالم الموازية وهالكلام. الأمريكان عندهم كل شوية نظرية مؤامرة، وكل ما صار أي حدث أي سيناريو يقول لك مؤامرة. لكن أنا لا، ما أؤمن إن مؤامرات بتصير. والله اكتشف، صير يا رائد الفضاء، روح اكتشفي وعلمينا. شكاك يفكر مثلي ما شاء الله. ميتة روح الفضاء، هذه أمنية صعبة عندي. ايش رايك ريان، موجودين الفضائيين ولا لا؟ انا اي موضوع فتح ايش رايك ريان؟ لا ريان يقول لا خلاص مش موجودين، انسى.
غيرت رايي.